تقديم التحديات والمشكلات والرؤية والمشكلات 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 لاحظت فقط أن عندنا مشكلة مشكلة حياتنا كلها تقوم على شيء واحد قاموس المفردات الذي موجود لديها غير معرف تعريف صحيح كيف يعني ذلك؟ لو أن الكمبيوتر اللي عندك شغال خير من المفردات حقه كلها تفصل تفسير سلبي يعني مثلا لما تقول له أنت منجز إيش يفهمها؟ فما عندنا يعني مسخر عليه فماذا قلت لها؟ وضعت لها جدول وعطيتها في يدها الجدول قلت لها قل لها روح البيت استمتع من هذه الكلمات على فيها تعريف جديد هي لماذا تعمل؟ إعادة تعطيل المفردات الموجودة في الدماغ يعني إعادة تعطيل طيب إذا ما تستمر يستمر يبكي مستفيد سأقوم بالتالي لأن أنت بكسر حالة أقوى بكذا هذه كانت الأولى سهلة أكسر حالة أقوى يعني أفصل فين فوق راسه جيد لماذا؟ تغيير الوعي إذا ما زال مستفيد أيضا يبكي معي أو أن حالة الشعورية ما زالت موجودة ما سأعمل لاحظوا التالي أعرف المستفيد أقول أنا مستفيد فين؟ في إيجابي في الصالح كل المستفيد يقول عني مجنون المستفيد ما زال مستفيد من أنا يفكر وأول ما يعود المستفيد شعوره عنده سببين اثنين يا اما انك انت مجنون مو يفكر هذا الامر يا اما انك يضحك على المستغرب كيف؟ وهذا احنا جربناه كم مره جربناه؟ ها؟ هذا اسلوب هذا اخر في كسر الحاله هذا من اكبر الاساليب في كسر الحاله والسبب هذا الاسلوب يخلي المستفيد يتلخبط تذكر لما احنا كنا ندرب اللب في الصاله بعد كل تمرين سلبي كنا نعمل هذا الامر نجي للصالة، أي تغيير حالة شعورية للناس الموجودين. هذا نوع من أنواع كسر الحالة. أقوى شيء أن تغير في السلوك، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عالج غلط؟ السلوك. أقوى شيء، إذا نحن في بين جسد تصير أقوى شيء. من أقوى الأمور أيضا في كسر الحالة أنك أنت تدخل مع المستفيد. من الأمور الأقوى في هذا الأمر يبكي يبكي. هنا المستفيد يحصل له عملية لخبطة زين؟ لاحظ ماذا عملت؟ توافق معه في الرؤية ثم قمت بإعادة تغيير الفكرة كاملة هنا المستفيد يبدأ يفكر مال لاحظ الآن العملية عملية على مثلث مرسيدس مثلث مرسيدس نغير فيه هذه عملية جدا جيدة مع الأطفال هذه جدا رائعة مع الأطفال لاحظ ما الذي يحصل؟ يبكي أنا وياك توافق ثم أقود الفكرة الجديدة هذه عملية كلها عملية كسر الحالة الشعورية هذه الأمور مهمة جدا لك في العلاج يجب أن تقتنع أن هذه الأمور مهمة جدا لك في العلاج وتعمل هذا الطريق والسبب المستفيد هنا في هذه المرحلة يجب أن تنظر لمنظومة التفكير الموجودة لديك حالة أخرى أنت متكسر الحالة وأنا في هذه المرحلة أقوم بعملية تكسير استراتيجية في البكاء استراتيجية البكاء أقوم بعملية تغييرها نسميها العملية تحفظ استراتيجية التفكير كالتالي مستفيد يبكي فانا ماذا اقول مستفيد اقول له شايف النور هذا موجود تحت لما فيقول لي ما فيش لما خلاص اقول له الصوره الطين اللي عندك راسك الان شايف السياره حمراء اللي مرت تحكم هو لماذا يبكي هناك حاله شعوريه موجوده داخل او هناك فكره موجوده داخل او هناك وضع حسي جاهز فانا من خلال كلامي أقوم بلخبطة ما هو موجود عنده هو يريد أن أنا أعطيه معلومة وهو يقارن ما بين الصورة اللي أعطيه وما بين الذي موجود لي هنا يبدأ هذا المستفيد يعمل تتلون الصورة الداخلية عنده هو يرفض الجانب الجديد ويبدأ يتلخبط استراتيجية وبعدها يبدأ يعود مرة أخرى يفكر معي هذا يحصل معي كثير بس كيف يحصل معي كثير؟ يأتيني مستفيد يقول لي أقول له خلصت في علاج خمس سنوات أول ما أبدأ أقول له علاج خمس سنوات أقول له خذني على قد هو يضحك يتوقع ان انا يعني اتمسخر وان انا انزل نفسي لا 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 انا كان اقول له اني عارف ان انت ماخذني من المجنون لكن خذني على قد عقلي ماذا لو كنت انا سأوصلك النتيجه لاحظتم؟ بالتالي المستفيد يقول لك يعني هذا الكلام كله غير طبيعي؟ يقول نعم نعم غير طبيعي مره من المرات قلت لي واحده من الاخوات تحكي مشكله لديها مشكله بالنسبه لها اني عندها ازمه نفسيه معينه
وكانت تحكي لها أزمة نفسية. المشكلة إنها عمرها ما سمعت عن لا منظمة ولا برمجة ولا تربية، بس إنها تبغى تجرب. فجأت تخيل تبغى تحكي لها برمجة أو تشرح لها رح تسوي دورة. فقلت لها طيب لاحظي أنا الشيء الوحيد اللي ما تفهمين إن أنا لست طبيب علم النفس ولا أفهم شيء في علم النفس. أنا أعرف فقط البرمجة غير العصبية والتنويم وعلاج منظمة، هذا الذي أعرفه. قلت طيب دور ذلك إحنا مجموعة مجانين. قال يعني كيف؟ قلت كل اللي تتوقعينه ما راح تسويه. طيب ايش اللي توقعت؟ قلت يعني ممكن نسوي اشياء غريبه، ممكن نضحك، ممكن نجري، لكن في الاخير انت اللي راح تسبيني. قلت يعني كيف راح تسبيني؟ قلت فكر معي الثاني، ماذا لو قلت لك متى اول مره شعرت فيها بالخوف؟ قلت البارح ما هو هذا الامر؟ اول عند الاعمى. قلت بيك انت راضي لحظه فيما اتي فيما اتك لا يمكن ان تعالج تذكر هذا الامر، لا يمكن ان تعالج الشخص وانت ثالث. والله هذه هي الكارثه في المعالجه، ان البعض عندما يريد ان يغير في سلوك المستفيد يتعامل مع المستفيد باسلوب مدرس وطالب. لا توقف عن هذا الاسلوب، ليس هذا الاسلوب اللي يجعلك شخصيه متمثله امام الاخرين. اذا اردت ان تساعد هذا المستفيد اعمل من اجله، من اجل مصلحه هذا المستفيد، من اجل ان تساعد هذا المستفيد على التطور، لا يساعدك ان يصل لهدفه. لا تعمل من ان تظهر بانك انت العالم والمتفكر والمتفلسف الذي يحفظ برمجه اللغه العصبيه كامله من اجل تمنع هذا الشخص باهميته. لاحظ انك انت لست الذي تغير، هو الذي يغير، ولكن ايماءاتك وحركاتك الان محسوبه لها دور كبير جدا في ان تقنعه. وبالتالي في اول لحظات يجب ان يشعر بالتغيير. لاحظ ماذا يمكن ان تقول لها؟ تقول لها ماذا لو رجعنا هناك؟ يكفي فين هناك؟ هناك في الماضي في اخر لحظه. كم من الماضي عندك؟ الماضي عندي لا حدود له. هناك في الماضي، خلينا نتذكر الان من 5 الى 15 سنه، هل توجد عندك اشكال؟ قلت لك لا. ها؟ في موقف كذا ممتاز. لاحظت كيف؟ اي شيء يخطر على بالي الاربع، ارجعي قبل كذا. فين؟ قلت لها من 5 الى 5 الى 10 سنوات. تبي معقول؟ قلت لا لا لا، في شيء عادي من كذا. ارجعي فتره الوالد. معقول انا ارجع في مرحله ترى بس غمض عينك شوف اصوات التهديد. غمضت عينك هذا الكلام مهم الا تترك للمستفيد فرصه لان يفكر في اللحظات الاولى والسبب المستفيد هو غالب تحت الاستراتيجيه التي يريد ان يقولها لانه في البدايه هو هام امر واحد انه كيف راح يحكي لك وبالتالي هو منحرف انك كيف راح يحكي لك وانا بيهمني اني اسمع القصه لانني اذا كنت اريد ان اساعد هذا الشخص لا يهمني الان لا يهمني قصه التعشي الان انا اعرف ان التغيير يحصل هناك ولذلك في العلاج النفسي يجب ان ننتبه كيف نكسر الحاله، اذا كم عندنا كسر حالات؟ 8 كسر حالات كلها فعاله لكن نستخدمها حسب الدرجه. اذا عندنا 8 نوع من انواع كسر الحالات الشعوريه. عندنا 8 انواع من انواع كسر الحالات الشعوريه. انا اكسر الحاله الشعوريه من خلال نمط التفكير او من خلال الوجدان او من خلال التفسير. خلينا نتكلم شوي عن مرحلة الأشياء اللي أنا سأقولها في الفترة القادمة، يعني دورنا في الفترة القادمة نتكلم عن حالة الشيء. البحث في برمجة الغير العصبية يقدم جريمات إرشادية ويأخذ مقابل ذلك مبلغ. البحث يقدم إرشاد مقابل أن يكلف شخص بمهمة. البرمجة الغير العصبية واحدة من الأشياء المهمة جدا في عملية الإقناع أن تقنع الشخص بما تقول له حقيقي هو أن تشعر هذا المستفيد بأهمية ما تقوله. ما السبب؟ تخيل الآن تبين هذا المستفيد ذهب عند دكتور ودكتور ثاني ودكتور ثالث وعانى فيها سنوات في هذه القصه 10 سنوات ثم تبدا تقول له كل ما يحتاج فقط لتغيير حياتك هو ان تتعلم كيف تجلس او تتعلم كيف تستخدم هذا الجسد يعني فقط فرق من الكتوبه وقف كذا تشوف الجيد تشعر بالحياه وتنام تشوف الجميل هذا سوى عنه جيد ولذلك احيانا ماذا يعمل بعض المدربين هذه الاستراتيجيات الموجوده في اوروبا وفي الغرب وفي بعض العرب مثل كذا الجلسه معه تصل 1000 دولار والبعض 1500 دولار والبعض 500 دولار والسبب حتى يشعر بأمين بعض الاطباء حتى بعض الاطباء النفسيين يعلم هذا الامر بعض المشايخ الذين يكونون حتى الروك في كوريا يعلم هذا الامر يشعرك متى ما تصل له بانه هو الشيخ جالس لا وفي غرفة خاصة تأتي أنت تجلس هناك
رابط سكرتير